يصور المحل بدك تطلع انت طوار عربي بلا 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 حما يوم الاحد 7/8/2011 هذا التخريب مين عمله حدي؟ هذا الجيش السوري امتى عمله هي؟ امبارح اول امبارح صار ضربوا البنايات نزلوها صور البنايات ضربوا البنايات نزلوها فاتوا على البنايات سرقوها انا زلمه ابن ضيعه فتت شفت البناء شلون مسروق كله بقلبه كله الجيش السوري مسرق وهذا المحل مسروق كله وعم يشيلوا بسيارته مشان نطالعوا برا حما مشان ما يسرقوا يكفوا عليه سرقه الله اكبر حما 7/8/2011 احد محلات التي قامت قوات بشار الاسد بتكسيرها ونهبها تعال شيلوا الاغراض تعال خلينا نروح على يلا كل المحلات انسرقت ليك تعال شوف ما خلوا محل الا ما سرق لا في حواجز ولا في شيء هن اللي ذبحوا العالم كله عصابات بشار الاسد والشربيحه واعتقلوا كثير عالم ما في محل بحماء الا فاتوا خربوا كسروا وخرطبوا هذول عصابات الغدر عصابات الاجرام صار في نهب للبيوت في نهب انا شوف عيني مالي ولا بيت بحما شوف عيني طلعت شفت الخزن كله مفتوحه صور البنات كلها مسروقه المصاري مسروقه انا شوف عيني شفتها ما تصرف جيش سوري ما تصرف جيش وطني هذا تصرف شبيحه وعصابات غدر واجرام عصابات بشار الاسد المجرم هاي اصلاحاته لبشار تكسير البرادات